في ضوء المشاركه في حملات تطعيم فيروس كورونا بضد السيد رئيس الجمهوريه لتطعيم اكبر عدد من المواطنين، تسهيلا على المواطنين اجراءات التسجيل واجراءات تلقي اللقاح. احنا النهارده في مدينه طنطا، دي اول بدايه المبادره بتاع تلقي اللقاح وتسجيل المواطنين امام النادي وتطعيمهم في مراكز الشباب والرياضه. ننزل المواطنين نفسهم وبناخد منهم البطايق وبنسجل لهم، يعني من الالف للياء بناخد البطايق من المواطن وبنسجله وبنفضل معاه لغايه لما الرساله تتبعت له ولغايه ما يروح كمان مركز التطعيم وياخد الطعم بتاعه. وكويس الحمله دي جدا على فكره، وبتهدف ان احنا بنهدف جميعا تعزيز صحه المواطن المصري. الحمد لله يعني الدنيا تمام، وانا جاي اهو اتسجل والدنيا رايقه وما فيش اي حاجه، يعني مش اي مشكله بصراحه، والناس مسهلين لنا كل حاجه وبنشكر كل الهيئات وكل الجهه ووزاره الصحه.